سلام، هذه فلوسنا. نورمالمون البطالة تعرفوها، على الأقل تعرفوا معناها، أما تعرفوش أسبابها، تعرفوش كيفاش تتحسب، باهي تعرفوش شنية أكثر فئات تعاني منها في تونس. لا، مال علية تجلت. شنية البطالة؟ مفهوم البطالة ظهر مع الثورة الصناعية وتنظيم العمل، وقت اللي الحرفيين وأغلبية الناس ولاو شهارة، وهكا اللي قعد ما يخدمش ولا اسمه بطال، معناها إنسان قادر يخدم ويحب يخدم أما ملقاش خدمة، ولا ملقاش خدمة في مستوى مؤهلاته. وما يخفيكش اللي وقتها الأزمات والحروبات عاتية مسد، وهذا خلق وضعيات اجتماعية صعيبة برشا. البطال وقتها ما كانش يتظاهر ولا يمشي لبيرو الشغل، كان أما يسرق ويخطف ولا يموت بالشر هو وعائلته. وهكا الدول تلزت تولي تقرأ حساب للبطالة وتعود تتبعها وتحاول تكافحها. في أواخر القرن 19 تخلقت في أوروبا أول هياكل حكومية مختصة في دراسة البطالة ومتابعتها، وعام 1913 تولدت المنظمة الدولية للشغل اللي خدمتها تجميع كل المعلومات حول البطالة في العالم جملة وحول الحلول الممكنة لمكافحتها. بعد عام 1946 ولا المكتب التنفيذي متاعها اللي هو المكتب الدولي للشغل تابع للأمم المتحدة. شنية أسباب البطالة؟ نظريا العملية سهلة، أنا قادر نخدم وطالب خدمة، وفما شكون حاجته بخدام يعرض في خدمة، عرض وطلب. أما الخدم والخدامة كيف الموارد الكل محدودة، ولذا كان ولا عروض الشغل أكثر من البطالة كما في الدول المتفرهدة، تولي السوق تجيب يد عاملة أجنبية، وكان طلاب الشغل أكثر من العروض المتوفرة كما في البلدان الفقيرة يولي عنا بطالة. وقتاش يصير هذا؟ مثلا وقت اللي تبدأ وضعية البلاد ما تشجعش على الاستثمار خاطر ما فماش استقرار، ولا فما برشة تعقيدات إدارية تضيقها للمستثمرين، ولا الضرائب قوية ياسر تهربهم، ما فماش استثمار، ما فماش مواطن شغل جديدة، البطال يقعد بطال. وهذا حالنا في تونس. عام 2010 كنا نستثمر في 24% من الناتج الداخلي الخام متاعنا، في 2020 ولات 10%. نجم زادة تكون قوانين الشغل منحازة ياسر للعمال، صعيبة مع المؤسسات، وفي هذه منا تكوي ومنا تحرق. لازمك تلقى التوازن بين حماية حقوق العمال وعدم فجعان المؤسسات. فما حالة أخرى ممسطها بصراحة، كي يبدأ عندك عروض شغل وناس طالبة شغل أما ما يركبوش على بعضهم، تبدأ السوق طالبة يد عاملة مختصة ما عندكش منها، وهذه في تونس تألقنا فيها. عام 2017 المعهد الوطني لإدارة المؤسسات عمل دراسة فيقتنا اللي عندنا في نفس الوقت 600 ألف بطال و150 ألف عرض شغل ما لقينا لهمش خدامة، خاطر منظومة التعليم والتكوين متاعنا في واد، واقتصادنا وسوق الشغل اللي عندنا في واد آخر. ساعات تبدأ الأمور كل مريقلة أما البطالة تقعد طالعة، على خاطر الطلب متاع المستهلك الكين للسلعة والخدمات اللي في السوق هذيك حده، قدرتهم الشرائية حبست غادي. تنجم انت تقول برا نزيد في الشهاري قوي في الاستهلاك وفكرتك مش خايبة، اما راهي ما تنجح كان اذا شعبك يستهلك اساسا في منتوجات محلية، كانوا نازل على المستورد راك باش تخلق مواطن شغل في البلدان اللي قاعد تستورد منها، وبطالتك باش يقعدولك على قلبك. كيفاش تتحسب نسبة البطالة؟ اولا نشوفوا مجموع السكان النشيطين، لا بوبولاسيون اكتيف، يعني الناس اللي عمرهم وصحتهم تسمح لهم بالخدمه وهما يحبوا يخدموا، باش نلقاوهم في سبتمبر 2021 4,142,000 مواطن. ثانيا نشوفوا مجموع السكان النشيطين المشتغلين، لا بوبولاسيون اكتيف اوكوبي، قداش من واحد في هك النشيطين قاعدين يخدموا وجوهم به، هذوما يطلعوا لنا 3,379,000 مواطن. الفرق بيناتهم هو عدد البطالة 763,000. باش نلقاو نسبة البطالة معلينا كان نقسموا عدد البطالة على مجموع السكان النشيطين، وهكا نلقاو 18.4%، ما هيش 34% متاع جنوب افريقيا، وما هيش 5% متاع امريكا زادة، اما كوميم راي المغرب عاملة 11%، اليونان اللي خارجة من فلسة عاملة 13%. كي تجي تشوف من الثورة لتوا نسبة البطالة ما تطورتش برشا في تونس، بديناها في 19%، بعدها جات فترة الانتدابات الكبرى في الوظيفة العمومية بين 2011 و2013، وقتها الدولة اعطتها أكثر من 113,000 انتداب في عامين، زادت عدد الموظفين ب 25%، وهكا طاحت البطالة ل 15%. من بعد جات الكورونا في 2020 وعاودنا رجعنا ل 18%. هكا هو هذه حكاية البطالة، ردوا بالكم على فلوسنا. سلام. بشوية يدي وي بشوية سيئة ترى رب باب لما يدبشك.
تيلي بيه الفايدة مازال. نسبة البطالة متاع البلاد وحدها ما تكفيش، خاطر البطالة تفرق بين الجهات والقطاعات وحسب العمر والنوع الاجتماعي. نبدأ بالجهات ومن غير ما نطولوها. نسبة البطالة في الشمال الشرقي 10.8% وفي الشمال الغربي 33%. فواتروا وهاكم تشوفوا في كعبة التفاوت في بقية الجهات، تفاوت جهوي وجندري زاد، خاطر في نفس الفترة نلقاو نسبة البطالة عند الرجال 16% أما عند النساء 24%. وكان نغزروا للي عندهم شهادة جامعية تصير لنا صدمة. في آخر 2020 نسبة البطالة عندهم تحوز في 30%، وقت اللي النسبة الوطنية حدها 17%. إيجا تاوان جندروها، الرجال 18%، النساء 41%. بالعربي على كل 3 متخرجين من الجامعة عندك واحد باش يقعد بطال، وعلى كل 2 نساء متخرجات عندك واحدة وافية باش تخدم وواحدة ما حررش باش تشد الدار. بهذي كيفاش نسميوها من غير تشنج ومن غير ما نفجعوا العباد؟ كارثة هتونس، كارثة. بخلاف الجانب الإنساني والاجتماعي اللي ما يتقدروش بفلوس، هذو ما راك صرفت عليهم ما صرفت باش تخرجوا، باش في الاخر يقعدوا بطالة ولا يتلزوا يخدموا اللي يجي. داير المعهد الوطني للتنافسية والدراسة الكمية قال لكم راهو 1 على 5 من أصحاب الشهائد العلمية اللي يخدموا شادين خدم أقل من إمكانياتهم، وهذا أكيد يضرهم هما، أما يضر اقتصاد البلاد الكل، خطر عبارة عن تدمير للثروة. تخيل أنت واحد يستثمر في حاجة ويصرف عليها بعد يبيعها أقل من التكلفة متاعها، قاعد يربح السيد هذا؟ يعني عندك ناس قارية وبطالة ولا تخدم أقل من حقها وماكش منجم تخلق لهم مواطن شغل جديدة، وعندك زادة بلايس فارغة ماكش لقي شكون تحط فيها. هذا الكل مع فوضى سياسية مستمرة ما تخليك تصلح حتى شيء، وتزيد تخلط عليك الكورونا تلقى روحك زدت 98 ألف بطال في عامين. لا مش نرجع للشراب، مش نرجع ما قعدت منه ومنه زيد، قلت نرجع أسكر وبرا ما فيش. البطالة في تونس مشكل هيكلي من قديم الزمان، لازموا إصلاحات اقتصادية وتشريعية كبيرة باش يتحسن مناخ الاستثمار، تنقص البيروقراطية والقطاع الموازي، يقوى المنتوج المحلي وموتور الاستثمار يرجع يخدم وينتج في مواطن الشغل. لازمها زادة إصلاح عميق لمنظومة التعليم باش تقرب شوية الحاجيات سوق الشغل. حاسيل وحل المشكل البطالة لازموا حلين شانتي على اقتصادنا وتعليمنا الكل. والحل اللي لقيناه حتى التو هو شراء السلم الأهلية بالانتدابات بالبالة في الوظيفة العمومية، أما هذا ما هوش حل، هذا لا يزي ما يحلش المشكلة ويزيد يخلق لك مشاكل أخرين أو كتلقاوهم مفرتين في شطر حلقات فلوسنا. أي عادة رد بالك على فلوسنا. سلام.